عشاق الزراعة في عراقنا الحبيب والوطن العربي والعالم أجمع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ورمضان مبارك ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. إخوان الأعزاء، اليوم حديثنا حول نبات. هذا النبات الكل يعرفه مفيد للإنسان بل مفيد للحيوان، واليوم راح نحكي لكم عن فوائد هذا النبات للنباتات الأخرى. يعتبر منشط نمو ومبيد حشري ومبيد فطري، وهذا النبات له فوائد كثيرة جدا. يعتبر أيضا مفيد لتزهير النباتات الظلية والنباتات الخارجية. هذا النبات إخوان الأعزاء مذكور بالقرآن الكريم. هذا النبات اليوم راح نتحدث عليه وعن فوائده الكثيرة جدا، نبات الثوم. إخوان الأعزاء اليوم راح نتحدث عن فوائد الثوم. الثوم إخوان الأعزاء معروف بفوائده للإنسان، عرف فوائده المصريين القدماء والبابليين والإغريق والرومان، كانوا يركزون على أكل الثوم للفوائد الكثيرة لأنه يريدون جيش قوي، وكذلك استخدموه للأمور العلاجية كونه يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة اللي عرفها الإنسان، وكذلك بفوائد للجهاز التنفسي والجهاز المناعي للإنسان وطارد للديدان الموجودة بالأمعاء، وبفوائد كثيرة جدا للقلب، ويعتبر مخفض للكوليسترول وأيضا مخفض لضغط الدم والسكري. له فوائد كثيرة جدا، وحاليا الطب الحديث أيضا يركز على فوائد الثوم الكثيرة، بل إن هذا الثوم اللي أمامكم مفيد جدا للحيوانات إخوان الأعزاء، مفيد أيضا ويستخدم يعني له فوائد كمنشط ومغذي ويقيها من الأمراض. يعتبر من أهم النباتات اللي ممكن نستفاد منها أيضا للحيوانات. اليوم راح نحكي لكم عن فوائد الثوم إخوان الأعزاء للنباتات. هل تعلمون بأن الثوم يعتبر منشط نمو ومجذر ومبيد حشري ومبيد فطري؟ اليوم راح نحكي لكم عن فوائد الثوم الكثيرة، بل إن حتى أوراق الثوم اللي هاي أوراق الثوم وبقاياه ممكن إنه نخليها في السندانة مع خليط السندانة المكونات مال التربة حتى تقي من الإصابات الفطرية والإصابات الحشرية. شوف أخوان الأعزاء، هذا هنانة الآن هنانة هذا زاد عندنا ثوم من السنة الماضية. هذا ما راح نذب أخوان الأعزاء، هذا نضيف له كمية من المي. شوف هذا ثوم قديم، ونبدأ نصفيه ونستخدمه بخلطات نستخدمه كمبيد حشري. شوف اخوان الاعزاء هذا بهالطريقة هاي، شوفوا هذا يتنقع يوم كامل او يومين اذا كان بالظل، راح ينطينا خليط ممتاز جدا. هذا الخليط ممكن انه نخليه بالمرشة والرشة، وممكن نسقي النباتات بيه اخوان الاعزاء. هذا خلاصة اوراق الثوم وبقايا فصوص الثوم اللي احنا التالفة، مو نستخدم الثوم حتى انه الجيد، حتى الثوم التالف ممكن نستخدمه. شوف هاي البقايا الثوم وهاي الاوراق تنطينا خليط ممتاز جدا. هاي الاوراق اصلا مال الثوم ممكن نخليها بالسنادين اسفل مع التربة، وراح يحافظنا على التربة ويحافظنا على جذور النباتات من بالاخص الديدان اللي او النمل اللي يعني تجي من اسفل السندانة. الان اخوان الاعزاء هاي الطريقة لاستخلاص الثوم. طبعا اخوان الاعزاء كثير من عندنا، شوف هذا الثوم ممكن احنا نستخدم هذا الثوم اللي منقعينه بالخل، لانه بيه خلاصة الخل والثوم للاستخدام الزراعي. كذلك هذا، شوف هسه هذا مستخدمين هذا خل طبيعي مع الثوم بدون املاح. طبعا هذا يجب انه يكون بدون املاح ترش النباتات. طريقة الاستخدام اخوان الاعزاء كالاتي،
اذا ما عندكم هاي الاوراق وعندكم بقايا ثوم اوراق الثوم والثوم التالف ممكن نحصلنا باع اخوان الاعزاء هذا. هاي تقريبا 10 فصوص او 12 فص ثوم صغير هذا. هذا ممكن ندقه، شوفوا اخوان الاعزاء هذا ممكن ندقه هالطريقه هاي. شوفوا هاي الطريقه على طريقه اهلنا. هاي الطريقه خلي هنا انزلها. شوفوا هاي فصوص الثوم، شوفوا اخوان الاعزاء هاي تندق، هاي تندق بهالشكل هذا ويضاف لها وتنمرد، يعني احنا بحيث انه تنمرد بشكل تام. شوف اخوان الاعزاء هذا الثوم، فصوص الثوم هاي تنمرد بهالشكل هذا وتتخلى تخلى بكاسه او اي شيء تريد تسمونه، احنا عندنا حافظه، وتضيفوا له المي تقريبا لتر، كل 10 فصوص مع لتر مي، وتتخلى 24 ساعه، باليوم الثاني تستخدمونه للنباتات. الان راح نعطيكم خلطات اللي تستخدم للنباتات. عندنا هسه هذا، عندنا هذا ماء الثوم، هذا ماء الثوم اخوان الاعزاء شوفوا. هسه نستخدمه كمبيد حشري وكمبيد فطري. هذا ماء الثوم اللي استخلصناه هسه قبل شويه. هذا نضيفه لل، خليه بهاي العلبه. شوف اخوان الاعزاء هاي، شوف سبحان الله، شوف مية الثوم حتى يطلع من عنده بخار، شوف سبحان الله لانه قوي جدا. طبعا هاي الكميه تقريبا مقدار يعني قلاص 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 مال مي ثوم مستخلص الثوم مع ثلاث ارباعها هاي كان بيها مي. نجي ايش راح نضيف لها؟ اذا كمبيد فطري ما نخلي لها، فقط مي وثوم. اذا كمبيد حشري نضيف لها مقدار ملعقه من هذا سائل غسيل الصحون اللي احنا نسميه الذاهب العراقي. سائل غسيل الصحون مقدار خاشوقه. الشغله الخلطه الثانيه، هاي احد الخلطات، الخلطه الثانيه شو نضيف له؟ نضيف له الفلفل الاسود، وممكن اخوان الاعزاء بالخليط هذا شو نضيف؟ نضيف هذا الفلفل الحار. الفلفل الحار نضيفه من النقع هذا، من النقع هاي فصوص الثوم نضيف لها الفلفل الحار. واذا كان عندنا فلفل الحار مال الزينه الموجود بالحدائق يكون من اقوى انواع الفلفل، يعني هذا الفلفل الحار الزينه يعتبر من اقوى انواع الفلفل اللي ممكن نستخدمها. وهسه طبعا راح احكي لكم بعض الاسرار مال الثوم ايضا، ما انتهى الموضوع. اخوان الاعزاء يعتبر الثوم ايضا مجذر طبيعي ممتاز. ممكن انه نقلم احد النباتات، ناخذ القلم ونخلي نشق القلم من الاسفل، هسه اشوفكم الطريقه، ونخلي فص ثوم ونزرعه، راح يكون عباره عن مجذر ومبيد فطري ومبيد حشري ويسهل نمو الاقلام الجديده. طبعا هسه من سوينا هذا الخليط راح نبدي نرش النباتات. طبعا هذا الخليط طارد للبعوض، طارد للذباب، طارد لاي حشرات طائره، وايضا يقضي على المن البق الدقيقي. واليوم راح نشرح لكم ايضا على كيف نستخدم يعني مستخلص محلول الثوم اللي هذا استخرجناه وضفناه للزاهي اللي هو محلول الغسيل، احنا بالعراق نسميه الزاهي، ونستخدمه كمبيد حشري. قلنا لكم ممكن استخدامه مع محلول الزاهي، وممكن استخدامه مع الفلفل الاسود، وايضا ممكن مع الخل، يعني ممكن استخدام هذا النوع المستخلص اللي شفتوه هذا، هذا هنا ثوم مع الخل، هذا مع الخل بدون املاح، هذا او هذا احنا شوف اخوان الاعزاء هذا نستخدمه هيك نكبس. طبعا انصح بالثوم العراقي، الثوم العراقي يكون قوي جدا، يختلف عن الثوم الايراني او باقي انواع الثوم. اخواني الاعزاء بصراحه هذا النبات تشتهر زراعته اكثر شيء، اكثر بلد مصدر له هو الصين والهند وحتى روسيا وامريكا، ومن البلدان العربيه تتصدر مصر طبعا.
هذا النبات مفيد جدا. طبعا هو يزرع عندنا بالعراق، ويزرع في فصل الخريف، يعتبر اكثاره لا جنسي مثل هذا. شوف هسه هذا فص الثوم، هذا ينزرع بالخريف في شكلنا فص مع الثوم، يعني مو بالبذور هاي طبعا تكون هاي فصوص الثوم تكون اسفل الارض، تنزرع اسفل الارض وينتج الثوم. طبعا هو الان بالعراق يصير حصاد الثوم طبعا في فصل نهاية فصل الثالث والرابع، ينضج ومتوفر بالاسواق. الان اللي هذا الفيديو حتى نوضح لكم انه ممكن استخدام الثوم كمبيد حشري وكمبيد فطري، وممكن استخدام ايضا مثل ما قلنا لكم ورق الثوم. يعني هذا الموضوع حتى تستفادون حتى من ورق الثوم. اخوان الاعزاء شوفوا هذا بعد ما النقعه مفيد جدا. الان راح نكافح النباتات ونعلمكم الطريقه. شوفوا اخوان الاعزاء هذا الاستخدام له. شوفوا اخوان الاعزاء هذا رشنا للثوم، هذا يعتبر مبيد حشري وبنفس الوقت منشط نمو للنباتات. يعني هذا مو استخدامه فقط كمبيد حشري اخوان الاعزاء. طبعا شرحنا لكم عن فوائد الخل، اليوم نشرح لكم عن فوائد الثوم للانسان وللحيوان شرحنا لكم، والان شرحنا لكم اياها للنبات. اخوان الاعزاء هذا المحلول مفيد جدا، وللتاكد من كلامي فقط ادخلوا على محرك البحث جوجل للتاكد من هاي الفوائد الكثيرة جدا. اخوان الاعزاء مثل ما تشوفون هاي طريقتنا باستخدام الثوم كمحلول مفيد جدا للانسان وكل الحيوان، والان فوائده للنباتات. طبعا اخوان الاعزاء النباتات الظلية ايضا ممكن نستخدمها ك يعني من الفوائد الكثيرة، ممكن نستخدمها ايضا للنباتات الظلية، لكن بصراحة النباتات الظلية يجب التخفيف لانه تبقى بقسم من رائحة الثوم. يعني لذلك اللي يريد يكافح النباتات الظلية بالداخل يعني راح تنبعث بعض الروائح اللي رائحة الثوم المكروهة طبعا، لانه هو غني بالكبريت. وراح نعطيكم طبعا بالتفاصيل بهذا الفيديو الفوائد الكثيرة والخلطات المختلفة ومعلومات مهمة عن الثوم كفوائده للإنسان وللحيوان وفوائده للنباتات. بالتفاصيل راح تجيكم صور مفصلة وخلطات مكتوبة مع هذا الفيديو، لكن اللي نريد نقول أخوان الأعزاء سبحانه وتعالى أنعم علينا بهاي الخيرات، أنعم علينا بنباتات قريبة عنا، قريبة في مطابخنا، يعني ما راح تكلفنا شيء، يعني بعيد عن المبيدات الحشرية والفطرية والمجذرات الموجودة بالأسواق واللي أغلبها مغشوشة. هكذا مواد صديقة للبيئة ما بها آثار جانبية، لهذا نشجع على استخدامها. والثوم واحد من عدها أخوان الأعزاء، الثوم واحد من أهم المواد اللي قريبة علينا واللي ممكن استخدامها. وطبعا أكو مواد أخرى أيضا مفيدة مثلا كمجذرات، ان شاء الله راح نشرح لكم بالمستقبل انه استخدام صبار الاوليفيرا او الصبار الكفي كمجذر ايضا يستخدم، وايضا ممكن استخدام القرفة او الدارسين ايضا كمجذر وكمبيد حشري وكمبيد فطري. احنا بصراحة راح نحاول منا وهيك في قناتنا عالم الزراعة والنباتات المنزلية التركيز على استخدام الاسمدة العضوية، الاسمدة المفيدة للنباتات والقريبة من عندنا، حتى انه محلول الخميرة ايضا مفيد، راح ننزل لكم فيديو مفصل عنه وعن الخلطات مالته. لكن اللي يريد اقوله لكم اخوان الاعزاء محلول ونبات الثوم كنز نباتي قريب عليك بكل الخصائص والمواد والمركبات المفيدة للإنسان أولا وللحيوان ثانيا والنبات ثالثا، وإلى فوائد كثيرة جدا راح نتطرق لها. طبعا أخوان الأعزاء
اليوم تاريخ التصوير هو 13/3/2024، ورمضان مبارك وايام خير وبركه، لذلك صار التصوير العصر. انا بصراحه العصر احنا عندنا صبح دوام. اللي نريد نقوله بهذا الوقت اخوان الاعزاء انه بهذا الوقت مع بدايه فصل الربيع راح تنتشر عندنا الاصابات الحشريه، الاصابات الفطريه، الاصابات النباتي اغلبيته تكون هناك ضعف بالنباتات تحتاج تسميد، وكل هاي الامور ممكن الحل مالتها باستخدام محلول الثوم ونكافح الاصابات الحشريه باعتباره مبيد حشري وفطري ومنشط نمو. طبعا شوف اخوان الاعزاء، شوف الخيرات تبارك الله العظيم، شوفوا هنا كميه الحمل. احنا عودناكم في عالم الزراعه والنباتات المنزليه نطبق كلامنا على حدائقنا بالاول حتى من نشرح تستفادون. شوف اخوان الاعزاء، هذا نتيجه الاهتمام. شوف هاي كميه الانتاج، خير من الله كاشجار مثمره تبارك الله العظيم. شوف هنا تبارك الله، شوف الحمل ازيد من الورق، هذا التكي او التوت. وهنا ايضا عندنا نتيجة الاهتمام، شوف اخوان الاعزاء الجانب الخضري للورد الجوري، شوفوا تبارك الله والنموات الجديدة القوية بعد ما قلمناه ايضا. والان كافحناه لانه بهذا الوقت تنصاب اشجار الورد الجوري او شجيرات الورد الجوري تصاب بالمن على الاكثر. وهنا شوف اخوان الاعزاء السحر، طبعا هذا سحر نبات البابونه، يعتبر من النباتات الموجودة عندنا بالمنزل ومتوفرة، يمكن تزرعونها في فصل الخريف. وكذلك الكتان الأحمر من النباتات الموجودة عندنا بالمطبخ، بس شوفوا شو تغير شكل المنطقة وشكل الأرض هنا اللي نزرعها بيها، شوفوا سحرها وجمالها من تكون بهذا الشكل مزهرة في فصل الربيع. شوفوا اخوان الأعزاء، هذا ما بي تأثيرات جانبية صراحة. هنا نجي نكافح، هنا طبعا عندنا ايضا الكتان الاحمر. شوف اخوان الاعزاء، هنا عندنا هذا نوع من الازهار، بصراحة جاني هدية من الاخ ابو زينب مدير بلدية الحلة سابقا. شوفوا سبحان الله، شوف هاي الزهرة تبارك الله، يتسمى المكسيكي او قال اسمه المكسيكي. شوفوا كثافة التزهير مالته تبارك الله، اهداني شتلة وحدة واهدى السيد عبيس الحطاب، مشكور ابو زينب الله يحفظه مدير بلدية الحلة سابقا. وشوفوا شكل الازهار تبارك الله، جميلة جدا. طبعا هنا عندنا هذا النبات الرائع ايضا، شوف تبارك الله، هاي جولة بالحديقة المنزلية. شوف هنا هذا النبات الجميل جدا ايضا، شوف هاي الازهار الحمراء، هاي بالنسبة لنبات ابو خنجر. هذا النبات طبعا صالح للاكل بكل اجزائه. وهنا نشوف هاي الالوان سبحان الله العظيم، شوف اخوان الاعزاء، شوف هذا اللون المميز تبارك الله العظيم. طبعا يتسمى ابو خنجر لانه هنا هاي اشبه بالخنجر، شوفوها هاي اشبه بالخنجر، وبي الوان، شوف هذا اللون الاصفر في هاي الالوان المختلفه والجميله. وهنا اخوان الاعزاء ارضنا اكثر من مره قلنا لكم ارض خير، العراق والبلدان العربيه اراضي خير. شوفوا هاي فاكهه البابايا والانتاج مالتها ايضا بالحدائق المنزليه، شويه تاثرت وصوفرت بصراحه لانه ما تحمل برد، لكن رجعت بالنمو بقوه. وهنا الورد الجوري بعد ما قلمناه تقليم صحيح، شوفوا بدت الازهار تكون اروع ما يكون تبارك الله العظيم. وهنا ايضا اخواني الاعزاء، هنا ايضا شوفوا فاكهه البابايا تبارك الله العظيم امامكم من خيرات العراق. طبعا هنا بصفها ايضا هاي شجره مميزه، هي شجره خف الجمل. وهنا شجرة المورينجا، شوفوا تزهير المورينجا اخوان الاعزاء في ارضنا في العراق، شوفوا تزهير المورينجا الكثيف. طبعا هنا مثل منها الصورة هاي ظالمتها،
ولو موضوعنا احنا حول المحلول الثوم، لكن شوفوا كثافة التزهير، شعلة من الأزهار تبارك الله لهاي الشجرة الطبية بكل أجزائها. هاي الشجرة الطبية بكل أجزائها طبعا، يعني بالضبط مثل ما تحدثنا عن فوائد الثوم، فإن شاء الله انتظروا حلقة مميزة عن فوائد شجرة المورينجا. هاي الشجرة الطبية بكل أجزائها، الأزهار والأوراق والساق وحتى الجذور كلها طبية تبارك الله. شوف التزهير وكيف انه حتى النحل يسرح عليها وجاذبة للنحل، وحتى العسل اللي تنتجه يكون من اجود انواع العسل بالعالم. اخوان الاعزاء، حلقتنا عن فوائد الثوم، هاي المعلومات اللي قلنا لكم بيها وان شاء الله استفاديتوا من عندها، وهاي المتعة امامكم في حديقتنا المنزلية. وتاريخ التصوير مثل ما ذكرنا هو 13/2/2024. الختام إن شاء الله تكونون استفاديتوا. نستودعكم الله وفي أمان الله. كان معكم أبو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية. في أمان الله.